عليكم شباب، شباب وش اخباركم؟ ان شاء الله يا رب الكل بخير. اليوم اليوم راح نشوفكم فيديو جديد، طبعا صار له هواي قاطع على القناه، راح ارجع ويمكن بعد شويه اصور انا واحمد بغداد كرافت. ترقبوا هذا الفيديو راح ينشر. طبعا راح نلعب كيك وارز، ما اعرف هي شنو اللعبه، بس انه هسه ندخل ونشوفها شنو هي، ما لعبها قبل. هذا يا الله، هسه ندخل شباب، ندخل ونرجعكم. لا ما يحتاج، ما اظن يحتاج، ما يحتاج، راح ادخلنا بعد شوي. يلا دخلنا، ما طول لك طبعا نت العراق ابدا مو زين كلهم تعرفوا. اوه تيمات، يلا حلو تيمات احسن، اظن انه هذا لاعب. اكو هنا انا شفت خشب، مو شفت خشب، اتذكر اكو خشب نسوي بوركر بيها. وينها؟ خلي نشوف، يمكن هنا ماكو، لا اكيد اكو. ما يبدي، والله خلنا نشوف شو كتب الدين، ما كاتب لنا. يلا هسه احنا ننتظر شنو. خلنا ندخل تيم ريد، تيم ريد، تيم ريد، ندخل بارتي تيم بلو. يو ار اون، ما فهمت شو يحكي اون. طبعا انا بسوي تيم، وهي هذا شكله محترم. طبعا انا نوب، لا حد يقول لي انت نوب وما ادري شو، انا اضرب نفسي. انا عبالي كنت يعني بي 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 شهر وهاي، بس ما هسه هاي كيك وارز ما ادري شنو هي. يلا شباب خلي اقطع الفيديو لما شو اسمه هاي، عود بندخل الفيديو عود ارجع لكم. اوكي شباب، طبعا دخلت، صار شقد وصار له هواي تقريبا بالعشر دقائق هيك ربع ساعة، وماكو ما دخلني كل شي ماكو. اضطريت انه اخرج انه ابغى ادخل النوب، بلكي نشوف انه فد لعبة جديدة. صار شقد ما لعب، لان كل يوم امتحان ورا امتحان، يعني ما ملحق. اليوم رياضيات باكر علوم، انجليزي اسلامية، ما ملحق. وانا اكثر شيء ضعف بي الاحياء، تعبتني كلش. يلا يلا دخلني، شو السالفة شباب؟ يمكن راح اسوي قناة ثانية للفلوقات، اسوي فلوقات. قلت ليش ما اسوي، بس شنو راد لي كاميرا زينة. ما التليفون عندي ايفون، بس كاميرا ضعيفة، فاخذ لي كاميرا احسن ان شاء الله. اروح ادخل وارجع لكم. اوكي شباب، طبعا رجعنا، استوى دخلت لها السيرفر. خلينا نعبد بعلق بعلق كل شيء، ما ادري راح نعبد وارز لان ذيك ماكو. خذ هاي، طلعني ليش شباب، ادخل جيم وارجع. اوكي شباب، طبعا دخلت، خل اشوف السيرفر ندخل بيه. طبعا احلى شيء بحظ اسكن هو شكل مصطفى جيم اوفر، مصطفى جيم اوفر. ها
معلش قلت ما يرجع لي ورا، هيا قفلنا يرجع لي ورا. خلنا نشوف هذا بدون لا أبدا السالفة. شنو السالفة يا شباب؟ شنو يعني يا ما صور؟ هذا مكعبات هذا قبل شوية شفته، شفت طبعا سكين يشبه سكين سباركي. شنو اي هذا شفت نفس سكين بيتا قبل شوية رقم ما مدري شو السالفة. تعال مصطفى مصطفى اخر شوف النهاية يلا يلا دخلني دخلني ما كده ما لا ادخل ما شايف عشان لو سيرفر في الجيم ندخل سيرفر في الجيم خلنا ندخل ما ادري شنو هو بس ندخل نشوف شكله اذا خلنا وارجع لكم هاي الطول السالفة. سوري 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 يا شباب يعني طولت وما دخلت لا بيد وورز ولا كل شيء، دخلت حرب الطاحنة اللي يعرفها، دور بتشستات وطلع الجراز وتتحرك. اي بعد يمكن دقيقتين وندخل للجيم. غير دخل غير دخل اي طبعا ننتظر. خل راح اخليكم اغنية هسه بالمونتاج وسمعوها مع الله. انا احبها بالنسبة لكم تحبوها ما تحبوها. بعد دقيقة ونص عالجيم حسنا الطيار ورمى نافع جاب الرحلة انا كراسي نشيك منا وما بين بلاد الهود يما خلوني بشي خامس موت بعد دقيقة واللي بالهبوت نحب نشد الروت ونقلب المناظر نقلب وشي من هنا يما نحب نعيش الاحياء بالموت وفاكيمة ولد الزارع بشي خاتب له يا ليلي ويا ليلى وش باش نشكي لك يما وقالوا لي ليلى صغير وفي قلبي غمة حب انتي وتير الفوق يحبوا يقصوا لجناحي قولي ذكراني مخنوق ما تلاقيش ثانية يا شباب راح تشيت انا من هنا طبعا صار 6 دقائق يمكن 30 ثانية وما دخل الجيم صار جدا جدا صار وقف الاغنية انه راسا تشيت من هنا ما راح اوكي شفت لحظة ربي افلت خلنا نطفر يا شباب ندور طبعا مرات اصلا هيك ما احكي بالفيديو لو تحبون هيك تحبون يعني احكي بالفيديوهات شوية كتبوا لهم بالتعليقات اخر تعليقات كمان
وش اسمه واللي ما عندي انا بي سي حطيتهم قلب احط لك لايك، لا انا اعلق لك، انا اعلق لك الفراش اسمه اعلق لك. ها صندوق ها صندوق ها صندوق ها صندوق ها صندوق افتح افتح يا ولد افتح يا ولد. اوه كل هواية ناكل، ناخذ بس لحم لحم ونفيد وهذا ايرانة نلبس الخوذة. طبعا اكتب بالاكس نوب، المشكلة مكان صغير ما تلاحظ، وانا بحطين لك زجاج. اوكي شباب، يمكن اظل زبنة، لو اظل زبن لو ما اعرف اسوي هيك زبن وشفت. او لا ما اكيد الضوج ما يقولون مرة يديك ريد قتال حماس جد غير نوب تلا بتبوش اسمها انت ما حد داخل العمارة نكسر الزجاج ونشيت بيت بيها غراض بيها الخير مش ما تنكسر. اهو خليها كمان تبدأ مثلها تنكسر. بدنا باب يا شباب، باب حلو هاي مال الباب يا شباب، بس بدنا شو اسمه شفت شي هنا؟ ذاك صندوق ذاك صندوق يا شباب، ممكن راح اضل خاطري هنا انا زيني. خلينا نلبس الحذاء 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 طبعا مشفت اني هذا بس اظن ما بي لان هو مبين بالوش. اوه والله بي لا دعسي ها راح يختفي مني ديكي. بعدين نزحفت بالجو نرجو فيك نشوف. طبعا اكيد ما استمتعت، يمكن راح انهي الفيديو. لو شباب ادخل شوية للسيرفر، ادخل للسيرفر اذا تريدون راح ادخل للسيرفر، راح اخرج ادخل للسيرفر مالتي شوف صاير ما صاير. والله تعبت صرت ساعة قاعد على هالجدة وصور لكم من غير اللي قطعته بالمونتاج، ما تحركت لحد الآن. والله تعبت تعب مرات أقول شو وقت أوصل للمليون مشترك أصلاً. هذا السيرفر بغداد، إيه بغداد كانت شبيان. سوري يا شباب سوري فيري سوري. نقطع الفيديو نفسه راح يطول هاي يا شباب، نقطع الفيديو هم. اوكي شباب طبعا رجعت لكم، دخلت للسيرفر كريبر شرط فرها مني. اوه غراض اختفى، ليش غراض اختفى شباب؟ يمكن راح انه اترك السيرفر انا واحمد، قلنا انه نترك نسوي خمس حلقات. اوه بقى قمر
نسوي 5 حلقات تقريبا و نعوفه هذا السيرفر ما نمسحه نعوفه ويجوز المسحه نسوي السيرفر ثاني نبدا بدايه من جديد. طبعا هو هذا عشان سبولر هنا ما اشكيه اكثر خويا عمر ها شباب نسوي سيرفر ثاني نبدا بدايه وياكم خاف بيكم تقول السيرفر هذا قيموت وما ادري شنو من هالاشكال نسوي سيرفر ثاني وانا واحمد كل حلقه بحلقتها وان شاء الله يما يلا يا شباب طبعا نسرع 17 دقيقة ونخرج من السيرفر بس جينا ناخذ لنا فرة هذا حصاني لا يمكن مو هذا حصاني اي هذا حصاني وهذا حصان احمد ما ادري بالعكس يلا شباب خلنا ننام خلى طلعتهم هاي الاغنية طبعا لا حد يقول له مونتاج ما ادري شنو انا ما اعرف اسوي مونتاج عنده برنامج مال مونتاج وهاي بس هذا يم اللابتوب واطلع من الاغاني ترى راحت الدنيا راحت هنسوي سيرفر ثاني يمكن بس هاي بس شو اسمها هاي الحلقة اليوم راح نصورها وبس هل ما ادري شو راح اكتب على الفيديو هاي الحلقة ما ادري ما اعرف راح اروح احضر انه غراب اني لنفسي لو يما يا حبيبي اقرب محل بي اندر تشست هذا ايضا بي اندر تشست يلا اختل اختل لا يطلع لنا كريبا غراض ماكو والله يا شباب غراضي كلها اختفت ما مثل ذيك المرة هاي الموبايل مو تبكى هواي كل شي ماكو اوكي شباب ما انت راح امسحها هاي السيرفر راح اسويه راح اسويكم سيرفر ثاني انا واحمد يمكن هسه العصر في الساعة بيش خلي اشوف الساعة بيش بالاربعة احمد اكيد هسه رجع من المدرسة طبعا اليوم انا طفرت من المدرسة بس كذا غلسوا شباب غلسوا ماكو شي امشي واي الله لا احمد من يرجع من المدرسه فد شويه لما يتغدى لما شويه يرتاح صور فيديو انا وياه هسه شويه اعود اروح عليه خلي صار 20 دقيقه هسه 19 يمكن 12 دقيقه شويه اعود اروح عليه اخواري احمد بيت احمد ما هي شوية انا راح اسوي سيرفر انا واحمد ندخل بيه ان شاء الله بعد يلا شباب راح اختم
خليه يوقف الفيديو، انا ما اطلع. اوكي شباب، وصلنا لنهاية الفيديو، ان شاء الله يا رب عجبكم الفيديو، اتمنى الفيديو عجبكم، اذا عجبكم حطوا لايك، واذا ما عجبكم حطوا ديسلايك. ان شاء الله يا رب الفيديو عجبكم، ومع السلامة، باي باي.